قرار لمجلس الوزراء السعودي يقضي بتجريد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكثير من صلاحياتها. قرار في 12 مادة يحدد وينظم الخطوط العريضة لمستقبل الهيئة. بموجب القرار لا يحق لأعضائها إيقاف أو مطاردة الأفراد أو حتى التثبت من هوياتهم. مهامهم تنحصر فقط في أوقات العمل، وعليهم إبلاغ الشرطة بأية مخالفة، فيما دورهم هو النصح باللين والرفق. المؤيدون يرون القرار تاريخي، خاصة بعد انتقادات كثيرة وجهت لعمل الهيئة مؤخرا ومخالفات كانت حديث المجتمع السعودي وحتى بعض منظمات حقوق الإنسان. أما المعارضون فيرون أن الهيئة كجهاز حكومي منذ عام 1940 ساهمت في الحفاظ على الأمن وفي الحد من الفساد، وبالتالي القرار بداية تفريط، بل ويذهبون بالخوف إلى كونه مقدمة لإلغاء الهيئة بمجملها. كيف ترون قرار تقييد صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة شخصية على تويتر @محمد_news. وسائل كثيرة إذن للتواصل مع نقطة حوار إلكترونيا، اختاروا واحدة أو أكثر منها كيفما تشاءون، لكن ابعثوا بالآراء والأسئلة لنا. زميلتي مجد يوسف منذ الصباح تتابعها جميعا. مجد، أهلا بك. مرحبا محمد. بالفعل كان هذا الموضوع الأكثر إثارة للجدل على موقع تويتر منذ مساء أمس. قرابة 200 ألف تغريدة كتبت على تويتر، والهاشتاغات كثيرة. بدأت بالأمس بهاشتاغ الشعب ضد إلغاء مهام الهيئة، الذي انتشر بأكثر من 40 ألف تغريدة مساندة للهيئة وعملها. أما اليوم فقد انتشر هاشتاغ آخر هو الشعب مؤيد لإلغاء مهام الهيئة، وكان الأكثر تداولا في السعودية. أما تنظيم عمل الهيئة فهو الهاشتاغ الذي كان الأكثر انتشارا في العالم والأكثر تداولا في العالم ب 140 ألف تغريدة. كان فيها الكثير من التباين بين من يؤيد ويعارض، وحتى البعض راح يشكك بالتزام الهيئة بالقانون الجديد. الكثير من الآراء والكثير من المشاركات وردتنا على حوار اليوم، سنستعرض أبرزها خلال هذه الحلقة. ابقي متابعة إذن يا مجد لكي نعود لاحقا لعرض كل هذه الآراء، لكن الآراء نستعرضها بوسائل مختلفة، من ضمنها خطوط الهاتف المفتوحة معكم بشكل مباشر خلال فترة بث البرنامج على الهواء، مع مجموعة من المتصلين بالفعل: عبد الله ومصعب، يزيد، سهيل وعقيل، جميعهم على خطوط الهاتف. أبدأ مع مصعب يتحدث من الرياض. مصعب، أهلا بك، كيف رأيت القرار الأخير؟ أهلا فيك. أهلا وسهلا. والله أعتقد أنه القرار كان حل وسط حقيقة. يعني الأحداث الأخيرة اللي صارت في البلد كانت تستدعي قرار. يعني الهيئة تبقى جهاز حكومي، الجهاز الحكومي عندما تكون يعني علاقته سيئة مع المجتمع، هذا يعني أنه في خلل كبير في هذا الجهاز. كان لابد من تدخل الحكومة في عمل هذا الجهاز، وكان هذا القرار. يعني اللي أشوفه قرار كان حل وسط بين مرغي للتيارات. طبعا كنا تحدث عن التيارات المتشددة المتطرفة لن يرضيها شيء. أما تتحدث عن التيار المحافظ والتيار الليبرالي أو التيار حتى الإنساني، أعتقد أنه حل وسط بدل من إلغاء الهيئة. فالهيئة باقية، ولكنها باقية بدون صلاحية الضبط الجنائي. صلاحية الضبط الجنائي كانت هي أساس انتقادات الناس على الهيئة. ألغيت هذه الصلاحية، ننتظر هل سيلتزم أعضاء الهيئة هذا التنظيم الجديد، هل سيلتزمون بصلاحياتهم. هناك أيضا الكثير من الأسئلة أعتقد أن التنظيم لم يجيب عليها. طيب، لكن نقطة مهمة جدا أشرت أنت عليها، فكرة إلغاء فكرة الضبط لأعضاء الهيئة، هذا دفع من يعارض القرار للقول أن هذه ربما بداية لإلغاء عمل الهيئة بمجملها، لأن هذا هو صلب عمل الهيئة بالأساس. هل يمكن أن نقرأ في القرار بداية لمزيد من التقليص ثم المزيد من التقليص حتى الإلغاء؟ أنا أعتقد إذا كان ينظر للهيئة على أنها جهة تضبط المجتمع أخلاقيا، وتنظر لها من ناحية وازع ديني أو وازع يضبط المجتمع أخلاقيا، سواء قامت به الهيئة أم قامت به الشرطة أم أي جهة أخرى، ما مختلفنا في الاسم، المهم والمضمون أنه يعني الأشياء التي نراها أخلاقيات وقيم
أنها تبقى، سواء قام بها ملتحي ولا قام بها حليق، قام بها شخص يلبس الثوب أم يلبس الزي العسكري، بل بالعكس الزي العسكري أكثر انضباطاً وأكثر تنظيماً بكثير من أعضاء الهيئة. بس كيف تقبل المجتمع السعودي إذن؟ كما ذكرنا لدينا رأيين على وجه التحديد، مع وضد القرار. من وجهة نظرك أيهما أكثر قوة وحضوراً؟ فكرة من يؤيد التقليص أم من يعارضه؟ أنا أعتقد الفكرة الأكثر حضوراً هي فكرة التوجس والترقب، لأن القرار لسه جديد، المجتمع لم يرى ماذا سيحدث من هذا القرار. يعني أنا شخصياً لا أعلم ما هي النتائج وما هي ماذا سيحدث على الأرض من خلفية هذا القرار. يعني لابد أن ننتظر وقت، نحتاج عدة أشهر حتى نرى هل الهيئة التزمت، هل جهاز الشرطة يتعامل بمثالية مع مثلا البلاغات المنصوص عليها في التنظيم الجديد، هل سيكون مثلا جهاز الشرطة في مشكلة مع هذه البلاغات لكثرتها لعدم نظاميتها، هل هناك أنظمة أصلا ستحدد لهم ما هي الأنظمة، ما هي الوقائع التي سيبلغ عليها؟ يعني التفاصيل غائبة إلى حد ما، وكما أفهم من مصعب يجب الانتظار حتى نستطيع أن نقيم إذا كان القرار إيجابي أم سلبي. شكرا جزيلا مصعب. خليني أخذ اتصال آخر من سهيل يتحدث أيضا من السعودية. سهيل أهلا بك. هل يستطيع المجتمع السعودي أن ينتظر كي يقيم ما إذا كان القرار بتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صائبا أم جائرا؟ يعني المفروض انه ينتظر، بس انا قبل ما اقول هذا، انت تتكلم السعوديين دول اي جيل، الجيل الان ولا الجيل السابق؟ احنا ثلاث اجيال، الجيل الان يؤيدون، اما احنا الجيل السابق نرفض، نبغى هيئة الامر بالمعروف. بس على اي اساس يقبل الجيل الحالي ويرفض الجيل السابق؟ لانه الجيل الحالي الان يتمتعون شايفين الرفاهية اللي مدتهم في شيء ما يعلم به إلا الله. أما إحنا عايشنا جيلنا أيام الملك فهد الله يرحمه والملك فيصل، ونعرف أن هيئة الأمر بالمعروف مع الشعب السعودي دائما تنهى عن المنكر. إحنا بلد دين، بلد محافظ، ما زي الدول الغربية ولا بعض الدول العربية. بس يفترض أن جميع مؤسسات الدولة تقوم بذات الغرض، أو تقول أنها تقوم بذات الغرض الذي تفضلت به يا سهيل. لماذا نحن بحاجة إلى هيئة بكل هذه الصلاحيات كي تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر؟ يا حبيبي، احنا عندنا منطقتين، أفضل مناطق العالم الإسلامي هي مكة والمدينة. فإذا ما تواجدت الهيئة فيها فأنت تواجد، قل لي. لا كرر أرجوك، لا أفهم، تفضل. يعني أنا قاصي عندنا مكة والمدينة أطهر بقاع الأرض. جيد. إذا ما تواجدت الهيئة هي المنطقتين هذه فأنت تواجد الهيئة. هذا لا ينفي سؤالي يا عزيزي، سؤالي كان إذا كانت كل مؤسسات الدولة تقول إنها بالفعل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلماذا نحن بحاجة إلى هيئة منفردة تقوم بهذا الغرض؟ ولماذا يغضب البعض عندما يتم تنظيم صلاحياتها وليس إلغائها بالمجمل؟ هي مكملة، جزاك الله خير، مكملة للدوائر الحكومية الأخرى، سواء شرطة أي دائرة أخرى. هذه من يوم نحن نشأنا أو ترعرعنا أو خرجنا من بطون أمهاتنا واحنا نعرف هيئة الأمر بالمعروف أنها هي المنكر، عمرها ما غلطت في حاجة أو ادعت لحاجة باطل. طيب آخر شيء، هل تعتقد أن هذا القرار ربما يأتي كمقدمة للمزيد من تقليص الصلاحيات أو ربما حتى إلغاء الهيئة بالمجمل؟ لا مستحيل يلغون الهيئة، أعتقد خادم الحرمين الله يحفظه ويرعاه يعرف الشعب السعودي ويعرف أنه محافظين، وأعتقد أنه وهذا أمر راجع خادم الحرمين، فأنا ما أعتقد أنه مستحيل يلغونهم. شكرا يا سهيل، سنستمر في رصد مجموعة من الآراء الأخرى على خطوط الهاتف، لكن أيضا أريد أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من دبي، الدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام. دكتور فهد أهلا بك في نقطة حوار. بداية، هل من تفاصيل أخرى نحتاج كي نعرفها عن هذا القرار تحديدا قبل أن نقوم بتقييمه سلبا أو إيجابا؟
لا أنا ما عندي الحقيقة، أولا مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، أنا ما عندي الحقيقة تفاصيل أكثر من اللي أذيعت واللي تداولت يعني في الـ في الـ في الإعلام مؤخرا، لكني أعتقد أنه ما حصل هو تطور طبيعي، يعني كل جهاز حكومي أو كل جهاز له علاقة بالتعامل مع الناس يمر بمرحلة إعادة هيكلة إن صح التعبير. فأنا أعتقد أنه التنظيم نفسه مر بهذه المرحلة، مرحلة إعادة الهيكلة، أكيد استجابة لحاجات اجتماعية واستجابة لحاجات يعني تتعلق بالمجتمع السعودي نفسه، لكنها جاءت في وقتها المناسب حقيقة، لأنه الحياة تتطور وتتغير وتتبدل، وأمزجة الناس أيضا تغير وتتطور وتتبدل، وبالتالي لا بد من مواكبة هذه الأشياء. وأعتقد أن الذي حصل هو في مصلحة هيئة الأمر بالمعروف أيضا، لأنه هيئة الأمر بالمعروف في الفترة الأخيرة أو منذ فترة بدأ يتدخل فيها أشخاص من خارج الهيئة، من خارج الرسميين، مستغلين فرصة أنه هذا نوع من الاحتساب، وأنه هم لابد أن يؤدوه وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، وهذا ليس من دورهم، وبالتالي يسببون مشكلات كثيرة للهيئة نفسها ولرجال الهيئة، الذي طبعا هم يقومون بواجبهم الوظيفي وواجبهم الديني والأخلاقي. وبالتالي التنظيم الذي جاء اليوم هو يحد من مثل هذه التصرفات التي أزعجت الناس كثيرا يعني في المجتمع السعودي اليوم. يعني هي محاولة لاحتواء، على سبيل المثال وضع، هي محاولة احتواء لبعض الغضب من بعض الممارسات كما أفهم منك، لكن أنت ذكرت يا دكتور أن هناك احتياجات جدت على المجتمع السعودي تدفع إلى هذا التنظيم، مثل ماذا؟ يعني مثلا أنا هقول لك مثلا المرأة في المجتمع السعودي قديما لم تكن مهيئة لها فرص التعليم بمثل ما هو متوفر اليوم. المرأة السعودية اليوم تحمل مؤهلات عليا في 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 كثير كل التخصصات العلمية وكل ما له علاقة بالتنمية في البلاد، وبالتالي أصبح وجود المرأة في عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية وجودا ضروريا وتلقائيا وطبيعيا، وهو حق من حقوقها. مع هذا الوجود يعني وبقاء الهيئة بشكلها التقليدي القديم يسبب صعوبات للهيئة نفسها ويسبب صعوبات أيضا للمرأة السعودية. أنا أخذت المرأة كمثال طبعا، لكني أنا أعتقد أنه هذه الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم يطبقون أولا من جهة شعيرة من شعائر الدين، من الجهة الأخرى هم أيضا يساعدون في الحفاظ على السمت الاجتماعي للمجتمع السعودي، سمت معين هما الحقيقة موكل إليهم أن يساعدوا الناس في الحفاظ على هذا السمت. بس هو المشكلة دكتور أن نتيجة للتغير المجتمع الذي تفضلت وأشرت إليه وما اقتضاه من تغير في عمل الهيئة، البعض يتخوف أو يقول وينتقد أن الأمر بداية تفريط كبير، بل وحتى يقولوا أن القرار نفسه في حد ذاته به بنود غير قانونية، قرار تعديل عمل الهيئة. لا ما فهمت، قرار تعديل عمل الهيئة غير قانوني؟ يقولوا إنه به بعض البنود ربما تكون غير قانونية أو هي بداية لتفريط ربما لا يرضى عنه المجتمع السعودي، بما أن دور الهيئة ديني بالأساس، فهي استجابة لضغوط مجتمعية لكنها بداية تفريط. على كل حال ما يقال اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في بعض مواقع الأنترنت، أنا أعتقد أنه أمر طبيعي في مجتمع مثل المجتمع السعودي، بمعنى أن هناك فئة من المحافظين شديد المحافظة، وهناك فئة من الآخرين الذين ينظرون إلى الحياة بنظرة مختلفة. أنا أعتقد أيضا أنه يعني هذا تعبير عن حقيقة وواقع المجتمع السعودي، هناك التقاء حول أهمية وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
جزء من تقاليد هذه البلاد استجابة لتطبيق شعيرة من شعائر الدين. ولي الأمر أراد أن يكون هذا الجهاز موجود للمساعدة في حفظ السمت الاجتماعي في والأمن والسلم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، لكن هذا التنظيم لا بد أن يمر بالتطوير. التفريط في ماذا؟ أنا أعتقد أنه اليوم أصبح المجتمع السعودي على درجة من الوعي، يعرف تماما مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه أسرته وتجاه مجتمعه، ويعرف ويعي تماما دور هذا موقع المجتمع السعودي في المجتمعات المسلمة الأخرى. له سياقات اجتماعية وثقافية معينة، أظنه لم يعد في حاجة إلى أن أحد يرشده إلى الطريق بصفة مستمرة. طيب وجود الهيئة في بعض المواقع أعتقد مهم جدا، مثل الأسواق لضبط الأمور في مثل هذه. وجود الهيئة مثلا في بعض المنتديات العامة مثلا، وهذا أعتقد أنه مهم ومفيد أيضا. هيئة الأمر معروفة والنهي عن المنكر لا زالت تمارس دورها في المتابعة الجرائم الأخلاقية ومتابعة الذي حدث هو إعادة توزيع الصلاحيات إن صح التعبير، وهذه النقطة سأتحدث فيها تفصيلا أجهزة أخرى يا دكتور غير الهيئة مثل الشرطة. هذه النقطة سأتحدث فيها تفصيلا على وجه التحديد، ما الذي بقى للهيئة وكيف ستستطيع الشرطة السعودية أن تستوعب المهام الجديدة؟ لكن خليني أخذ بعض الاتصالات الهاتفية أرجوك. سهيل أعتقد ما زال معي، استمعت لما قاله الدكتور فهد وهو يشرح أن الأمر مجرد إعادة للتنظيم ولن يمس مقام أو وجود الهيئة في المجتمع السعودي. أنا أعيد كلام الدكتور، وزي ما قال على المرأة السعودية، أنا أعيد المرأة السعودية في العمل سواء محامية دكتورة مدرسة في أي مجال، أما في الأسواق المرأة ما لها داعي أعتقد، وخاصة في الأسواق عندنا السعودية هنا لازم الهيئة تكون متواجدة. أضرب لك مثال بسيط يعني، ويمكن الدكتور يسمعني، في أحد الأسواق نزلنا عائلة كلنا عوائل شباب مراهقين يعاكسون، لو ما الله والهيئة جو كان الشخص ذاك قتل المراهق هذا وصار وكبرت الجريمة. فالهيئة من ضرورياتها بالأسواق بالذات. بس الهيئة لن تختفي كما نفهم، هي فقط لن يكون لها قوة أو سلطة الضبط، بمعنى أنها ربما ترصد مخالفة وتبلغها للشرطة، ما الضرر في ذلك؟ هذا يعني من زمان الموضوع ده، هي ترصد المخالفة وتبلغ الشرطة، هذا متداول ده من زمان، ما هو من الآن، من زمان الموضوع ده. يعني لم يكونوا هم يطبقون القانون بأنفسهم؟ لا، أي حال أو هذا يتحول للشرطة. طيب خليني أستمع دكتور فهد فيما يتعلق بهذه النقطة، لأن النقطة دي عليها لبس فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات ما بين الهيئة والشرطة. دكتور فهد، عند رصد مخالفة كيف كانت وكيف ستصبح ما بعد التعديلات؟ أنا ما سمعت بالضبط اللي قال، لكن ححاول أقول لك اللي سمعته. هو قال إن أنا أتفق معاه، أنه بالفعل الهيئة كانت تبلغ الشرطة في السابق، وهذا طيب. نظامها كان كذا تقريبا بهالمعنى، لكن لم يكن بهذا المستوى من الوضوح الذي صدر في النظام الأخير. وكان أيضا بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف اجتهادا منهم لا يطبقون التعليمات أو الأنظمة الموجودة لديهم، بل يتجاوزونها أحيانا. ليس كل أعضاء الهيئة، وإنما بعض المحتسبين من أعضاء الهيئة الذين يأخذهم الحماس في كثير من الأحيان إلى تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم. يعني على سبيل المثال اقتحام الأماكن المنازل مثلا، أو القبض على الناس أو مطاردتهم، هذا ليس موجود في نظامهم السابق، ومع هذا يفعلونه. بعض المتحمسين منهم يفعله وهو يعرف أنه مخالف للنظام. النظام اليوم أصبح أكثر وضوحا من السابق، وأصبح فيه تحديد مسؤوليات واضحة أنه ينبغي عدم تجاوزها، وهي أنه كل جهة من الجهات، هذه جهة أمنية اللي هي الشرطة هي التي تستطيع أن تقوم بالضبط، أنت جهازك جهاز احتساب تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذا وجدت منكرا تبلغ عنه، إذا وجدت فرصة للتبليغ
بالمعروف تبلغ به وباللين وبال يعني وانا حقيقه اجد ان هذا مهم جدا للهيئه ومهم جدا للمجتمع. نعم. الهيئه الان اصبحت تعرف الحدود التي تتصرف بها، الشرطه ايضا اصبحت تعرف الدور الذي تقوم به، الجهات الأخرى اللي تأتي فيما بعد مثل الدعاء العام وغيره يعرف هذا، هذا تنظيم طبيعي، تطور طبيعي في أنظمة أي بلد من البلدان. ليس طيب. أنا لا أشعر أن هناك يعني محاولة لتحجيم الهيئة مثلا أو لسحب صلاحياتها. طيب. هناك نقاط أخرى، تنظيم، إعادة تنظيم. يعني لو بلغت الهيئة من قبل لو بلغت الشرطة من قبل الهيئة عن وكر للمخدرات، هل ممكن أن نفكر ولو للحظة أن الشرطة لن تقوم بمهماتها في مثل هذه الحالة؟ طيب. ستقوم بمهماتها. سنبحث في دور الهيئة تفصيلا يا دكتور، لكن خلينا أخذ اتصالات هاتفية أخرى أرجوك. سيد يتحدث من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا. سحب الصلاحيات من الهيئة أو جعل دورهم دور رقابي أو توجيهي فقط يجعلهم أشخاص عاديين، يعني أين دورها كجهاز إذا كان جهاز بلا صلاحيات أو بلا قدرة على إصدار عقوبة أو توقيف شخص؟ ما الذي سيرضع الشخص ويجعله يتراجع عما يفعل؟ إذا كنت أنا الشرطة يا سيد، الشرطة يعني دكتور فهد قال إنهم يرصدوا مخالفة ويبلغوها للشرطة، هذا يفترض إطار عمله. هذا ما يفعله الشخص العادي. أين الهيئة؟ أين الهيئة كجهاز؟ إذا كنت أنا كشخص عادي أرتكب مخالفة وجاء رجل الهيئة لينهاني عنها، لا تفعل ذلك، ما الذي سيرضعني عن فعلها إن لم يكن له سلطة علي بإيقافي أو توقيفي أو سؤالي حتى؟ هذا ما فهمته من القانون، فهمت أنه لن يكون له حتى سلطة بإيقاف الشخص. طيب تفضل يا دكتور، أنت غير متفق، تفضل وضح لنا. لا أنا غير متفق، لأنه لا يمكن أن نخول للهيئة أو لأي جهاز، الشرطة ما ممكن نخولها أنها تلقي القبض على شخص وتحاكم هذا الشخص وتصدر الحكم عليه بالامتناع عن العمل الذي يقوم به أو بالاستمرار فيه. كل جهة من هذه الجهات لها دورها، القضاء له دوره، التحقيق والادعاء العام له دوره، الشرطة لها دورها التي ينبغي أن تلعبها، والهيئة لها دورها أيضا. الهيئة مهمتها الأساسية أن تدل على المنكر، ثم تأتي الجهات الأخرى لمباشرة مهماتها. الأدوار المتقلبة بين هذه الجهات كلها هي أدوار تكاملية، جهة تكمل الجهة الأخرى، لكن لا نستطيع أن نجعل من الهيئة يعني ناس يتابعون مثل هذه الأشياء ثم يلقون القبض على الأشخاص ثم يحاكمون هؤلاء الأشخاص. طيب. ثم يصدرون العقوبات، وبالتالي سلطة لا نستطيع أن نجعلها سلطة فوقية بهذا الشكل. يا سيد استمعت لما ذكره الدكتور، هل لك تعقيب؟ لا 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 لا، هذا يعني يوجد مغالطة بسيطة في كلام الدكتور. أنا لم أخول الهيئة إيقاف الشخص أو محاكمته أو ما شابه. أنا في القانون الوضعي في بعض حالات التلبس يجوز للشخص العادي في الشارع إيقاف مرتكب الجريمة لحين حضور الشرطة. هذا ما يعنيه أن يقوم عضو الهيئة بإيقاف الشخص واستضاح ما يفعل. هذا ما تفعله جريمة. إذا لم يكن لي سلطة على إيقافه، كيف سأوضح له أنها جريمة؟ كيف سأوقفه حتى تحضر الشرطة؟ هذا هو ما أعني. هذه الأشياء هي اللي سببت لنا مشاكل في السابق. حالات فردية يا دكتور، ليست حالات عامة. أغلب رجال الهيئة رجال ملتزمون بالتعليمات، هناك حالات فردية. ما يقوم الإعلام هو لا، مش دائما مع احترامي الشديد، أنا لا مش دائما. هناك بعض المجتهدين من الهيئة الذين يستغلون هذه الأشياء استغلال غير صحيح. يا صابر قل يا دكتور، ما أدري اسمع كلامي ولا عيد. أسمعك يا دكتور. اي انا اقصد انه الصلاحيه هذه التي كانت التي تصفها انت هي التي دفعت ببعض المتحمسين من اعضاء الهيئه الى ارتكاب مخالفات يعني لا تليق لا بالهيئه ولا بالمجتمع السعودي. وهناك احداث كثيره اكيد قراتوها في الصحف وشفتوها في 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 اماكن متخلفه مثل فتاه النخيل مول مثلا، ولا مثل اشياء اخرى ما كان يليق ابدا لا بالهيئه انها تقوم بمثل هذه الامر، ولا يليق بالمجتمع السعودي ان يشاهد احدى الفتيات وهي ملقاه على الشارع على الرصيف نصف عاريه. لكن هل تستطيع هذا امر لا يجوز طبعا. هذا ليس
ليس انا لا لا هذا ليس الهيئه التي قامت بهذا. مفهوم. هذا احد افراد الهيئه الذي مفهوم. مشى على طريقه الاخ اللي يقول انه ينبغي ان يمنع الشخص من ممارسه المنكر. هل ستستطيع الشرطه السعوديه مباشرة ان تستوعب المهام الجديده التي القيت عليها؟ هل هي جاهزه لكي تبدا في مهام اخرى اضيفت اليها ما بعد سحب بعض الصلاحيات من الهيئه يا دكتور؟ طبعا مؤكد كل جهاز من هذه الأجهزة سيعيد ترتيب أولوياته وسيبدأ يستعد للمرحلة القادمة. الشرطة ستعرف الآن مسؤولياتها متى تبدأ ومتى تنتهي، الهيئة نفس الشيء تعرف متى تبدأ صلاحياتها ومتى تنتهي، وكل هذه الجهات ستتعاون في الحفاظ على السمت الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وعلى السلم الاجتماعي أيضا في هذه البلاد. كل السعوديين أنا أكاد أجزم أن الأغلبية العظمى من السعوديين هم مع وجود الهيئة، لكنهم أي فريق منهم مع تنظيم هذا الوجود لئلا ترتكب مخالفات. هذه المخالفات تسيء للبلاد وتسيء للمجتمع السعودي وتسيء لجهاز يعني مهم جدا مثل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب. التنظيم الجديد سيقي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاتهامات التي توجه إليها أحيانا بالحق وأحيانا بالباطل، وسيحمي المجتمع السعودي من التورط في أن يكون مادة للإعلام الغربي أو لغير الإعلام الغربي، حتى الإعلام العربي أحيانا يتحول المجتمع السعودي إلى مادة للتندر فيما يحدث من ممارسات. أيضا فيما يتعلق بالمجتمع السعودي سيشعر بأنه يعني كل أحد في هذا المجتمع يؤدي دوره. نعم. الحق بين والباطل بين. طيب. وبالتالي كيف يعني يمكن ما أعتقد أنه كيف يمكن أن يتعامل المجتمع إذن مع الأصوات الرافضة للقرار يا دكتور؟ هذا ربما سيكون موضع سؤالي عندما أعود إليك، لكن أرجوك ابقى متابعا لبعض الآراء التي وردت إلينا كذلك أونلاين منذ الصباح. زميلتي مجد يوسف تتابع الحوار الدائر إلكترونيا. مجد أهلا بك مرة أخرى. ما الدور الذي تقوم به الهيئة تحديدا وفقا للمشاركين؟ هل هو دور فعال؟ اختلفت المشاركات بالفعل، البعض يرى أن للهيئة دور فعال ومهم جدا في المجتمع السعودي وتقليصه هو خطأ كبير. آخرون برأيهم أن الزمن تغير وأن هذه الهيئة عفى عليها الزمن ولا حاجة لها بعد الآن. مثلا عبد الإله العياشي قال لنا: دور الهيئة في مجتمعنا في الوقت الحالي لا معنى له، المجتمع أصبح على درجة جيدة من الوعي. أما سيد صابر فقد استمعنا له على الهاتف قبل قليل، لكن أيضا كتب لنا مشاركة طويلة برأيه: الهيئة جزء من نظام الدولة الإسلامية ولها أصل في الشرع، والسعودية دولة إسلامية في المظهر والجوهر، فتقليم أظافر الهيئة سيغضب المحبين لدينهم. ويضيف صابر في معارضته لقرار السلطات بأنه إذا سحبت السلطات صلاحيات من الهيئة فمن المنطقي سحبها أيضا من رجال الشرطة، فما الفرق بين هيئة تحاول تطبيق الشريعة الإسلامية وبين شرطة تطبق القانون؟ ناجي كان مؤيدا للهيئة وبرأيه أنها لم تخطئ، فقد قال: كان عمل الهيئة إيجابيا ولا توقف إلا من يخالف شرع الله في بلاد الحرمين. لكن هل الأمر فعلا بداية أو مقدمة لإلغاء الهيئة بمجملها؟ محمد، اختلفت قراءة متابعينا لهذا القرار. لمسنا التشكيك بإمكانية تطبيق القرار أصلا. آخرون رأوا أنها قد تكون جس نبض للشارع السعودي لإصلاحات قد يكون منها إلغاء الهيئة. أحمد الدباس على موقعنا برأيه: كانت هذه خطوة أولى للتغيير وأنها لن تلغي الهيئة. قال: لا أعتقد أنه سيتم الاستغناء عنها بسهولة، لكن الحد من سلطاتها سيؤدي إلى تلافي بعض السلبيات التي كانت تحدث. هذه خطوة لإقناع السعوديين بسياسات الإصلاح. أما ياسين هلالي فبرأيه أن هذه بروباغندا ولن تغير شيء على ولن يستغنى عن الهيئة. قال: هي فقط دعاية ولا تغيير حقيقي سيحدث. مصطفى إبراهيم برأيه هذا القانون أو التعديل ألغى الهيئة أصلا. قال: كان الأجدر إصلاح هذه الهيئة، ولكن ما تم هو إلغاء غير مباشر لها. محمد العزب رأى أنها خطوة كبيرة ولكنها لابد أن تحدث. قال: خطوة كبيرة إلى الأمام، لن تكتمل إلا بإلغاء هذه الهيئة. إجراء انتخابات برلمانية وإلغاء الهيئة هي خطوة كبيرة في السعودية.
محمد علي له رأي مختلف تماما، فبرأيه هي تحسين للصورة فقط، هي ليست حتى خطوة حقيقية. قال: مغازلة للغرب، القرار لن ينفذ، حتى لو نفذوه فلن يتم بالشكل الذي يحفظ للمواطن والمقيم كرامته. إذن كيف يروا تحديدا فكرة تقليص العمل؟ كيف ترجموها نجد؟ آراء ضد تقليص الصلاحيات، مشاركات أخرى مؤيدة، مطالبون بإصلاح الهيئة ولكن مع بقائها وبقاء صلاحياتها. تابعنا حوار، بالفعل كان حوارا شيقا. سلطان عبد الله معترضا على تقليص صلاحيات الهيئة كتب: أنا ضد من يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما أشاهده في الأسواق خصوصا من بعض الشباب، لكن بعض رجال الهيئة تخونهم أفعالهم. عبد الحميد حكيم برأيه هي خطوة إصلاحية للهيئة نفسها. قال: أتمنى أن يكون هذا القرار بداية حقيقية لتطوير الكوادر البشرية وخاصة الشباب بمهارة وفعالية. أثبتت الأيام أن الكوادر الحالية للهيئة عاجزة عن القيام بمهامها كما يجب. سمير علي برأيه أن الهيئة أخطأت وكان على السلطات إيقافها، فكتب: خطوة صحيحة على الطريق نحو الوسطية. الهيئة متشددة ومتطرفة وتحتكر الإسلام باسمها وتكيفه مع مفاهيمها وأفكارها، تكفر الناس وترهبهم وتجعلهم يفقدون الأمن. أما لؤي عرقي برأيه أن السلطة عليها أن تكمل هذه الخطوة بإلغائها للهيئة، فقال: إلغاء الهيئة بالكامل هو الأفضل من تقليص مهامها لأنها منافية للتعاليم الإسلامية. هل يؤدي إذن الحد من سلطات الهيئة وفقا للمشاركين إلى مناخ أفضل وعلاقة أفضل ما بين الهيئة حتى والمجتمع السعودي؟ بعض المشاركين يرون أن الهيئة هي سبب التزام الشعب وأن التخلص منها سيخلق حالة من الانحلال في المجتمع. آخرون رأوا أن تقليص صلاحيات الهيئة يعطي مزيد من الحرية وبالتالي راحة أكثر للشعب. مثلا أحمد اللبان برأيه أن هذا سينعكس بطريقة إيجابية، فقال: مجرد الإحساس بالحرية له طعم التمدن، لأن المجتمع السعودي بحد ذاته محافظ ولم يكن بحاجة لهذا التشدد الذي أصبغ المجتمع بصبغة رجعية لم يكن بحاجة لها. أما سمير المصري فقال: هيئة الأمر بالمعروف تؤدي دورا عظيما للمحافظة على أخلاق المجتمع. هنا اتفق معه إبراهيم العمر وبرأيه أن الهيئة هي من يحافظ على المجتمع السعودي وأخلاقه، فقال: تقليص صلاحياتها سيؤدي إلى الانحلال والتفكك والسماح للغزو الغربي بالتسلل إلى المجتمع السعودي. اختلف معهما سليم يونس على صفحتنا فقال: الهيئة لا تحترم المواطن والتقليص من صلاحياتها ومن ثم إلغائها سيؤدي إلى راحة نفسية مضاعفة لدى المواطنين. شكرا يا مجد، ابقي متابعة، إذا وردت آراء أخرى سنستعرضها مع زميلتي مجد يوسف. شكرا جزيلا. لكن لدينا مجموعة من الآراء تتوالى كذلك على خطوط الهاتف. عقيل يتحدث من جدة. عقيل أهلا بك، تفضل اطرح وجهة نظرك. مرحبا أخي محمد، حياتي. أهلا بك يا عزيزي، أهلا وسهلا، تفضل يا عقيل أنت على الهواء. تفضل حياك. نعم، في الحقيقة في البداية في بعد البدء أنا لن أصنف نفسي ولن أضع نفسي بين مؤيد أو معارض أو مع أو ضد، ولكن قراءتي واستقرائي وتثنيتي لهكذا أو كمثل هكذا قرار، أنا أرى القرار جاء تحت مبدأ مبرر إن الإنسان له إنسانيته وإن الإنسان له كرامته وإن الإنسان، أنا لا أأيد يعني للإشارة لا أأيد ولا أعارض، ولكن أنا أستجري للتأكيد، فبالتالي للإنسان له حريته لكن بالسقف المحدود وبالسقف المعقول، وهي أيضا جاء هذا القرار هو نتاج من تراكمات كثيرة ومن تراكمات كبيرة جدا للهيئة التي كانت تلاحق إذا أشتبهت في شاب وفتاة تقوم بمطاردتهم مطاردة ماراثونية حقيقة، وتؤدي تلك المطاردة إلى مقتل ذلك الشاب أو الفتاة، وهذا علاج الخطأ بالخطأ، وهذا أصبح كان يدخل في إطار علاج سياسة الهيئة، علاج ضباط عنف، وهذا يندرج تحت الشروع بالقتل. وبالتالي أستطيع أن أقول أيضا الهيئة لها ملاحظات كثيرة، لأنه لا يمكن مثل الهيئة ترى أن المرأة الذي تتجول أو الذي تمشي بالأسواق بحجاب دون نقاب كانت ترميها بوابل من الكلام، وكانت تصرخ في وجهها وتعمل على سياسة التشهير أمام المارة. وبالتالي أنا أرى أن القرار له إيجابيات وله سلبيات. إيجابيات أنه للحد من هذا، أنا أستطيع أن أسميها هذه الغوغاغيات حقيقة،
وأقرار سلبي، أنا أرى أنها سلبيا. ربما الشباب ينظرون إلى هذا العمل يرون أنها لهم حرية مطلقة، وهذا أيضا ربما يرتكبون بعض الحماقات حقيقة. ولكن إذا أصبح الشباب كواعي وأصبح المجتمع يتميز بإخلاق والقيم الإسلامية الحميدة الذي أسس الإسلام والمجتمعات الإسلامية من أجله، ربما الشباب سيعزف عن هذه الحاجات. شكرا جزيلا يا عقيل. عقيل رأى الأمر ليس خيرا خالصا أو شرا خالصا، لقى بعض السلبيات وبعض الإيجابيات في التعديل الأخير. دكتور فهد إليك مرة أخرى، وربما عقيل أشار إلى نقطة مهمة، فكرة أن سلوكيات أفراد الهيئة كانت أحيانا كثيرة ما تأتي بنتيجة عكسية. القرار لن يفعل عمل السحر، فهل يشتمل كذلك على تدريب هؤلاء بشكل أفضل كيف يتعاملوا مع أبناء المجتمع السعودي؟ أعتقد نعم، أعتقد أن التنظيم الجديد كان هدفه الأساسي هو محاولة لأن تتضمن مواد هذا التنظيم الشروع في بناء علاقة سوية بين المجتمع وبين الهيئة. أنا لا أستغرب حينما أسمع قبل قليل أن هناك انقسام في المجتمع السعودي أو هناك فئات في المجتمع السعودي تنادي بعدم تغيير النظام، وهناك فئات تؤيد النظام، وهناك فئات تدعو إلى إلغاء الهيئة كليا. هذا مجتمع طبيعي أعتقد، وهذا مثل هذه الحوارات ومثل هذا المخاض ومثل هذا الحراك موجود في كل المجتمعات، في غير المجتمع السعودي في كل مكان موجود. هناك 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 يعني دائما تباين في وجهات النظر حول بعض المسائل المهمة والحساسة، لكني في الأغلب الأعم أنا أعتقد أنه الهيئة موجودها ضروري جدا، ولكن مع التنظيم الذي حدث اليوم. يعني أنا ماني مع فكرة واحد من الأخوان قبل شوي سمعته كذا، ترى الصوت كان عندي سيء على كل حال، لكنه سمعته بيقول أنه هذا سيؤدي، أو أنها الأخت التي كانت تقرأ التغريدات، أن هذا إلغاء أن التنظيم الجديد سيؤدي إلى نوع من التسيب وبالتالي إلى انحلال المجتمع السعودي. لا، هذا كلام غير صحيح، لأن المجتمع السعودي مجتمع محافظ، مجتمع متدين، فيه ناس يرتكبون أخطاء مثل أي مجتمع طبيعي، لكني لا أعتقد أن الفضل في الحفاظ على أخلاق المجتمع السعودي هو الفضل يعود للهيئة ووجود الهيئة. طيب. وجود الهيئة مهم، لكن المجتمع السعودي أيضا لن ينحل لو تغير نظام الهيئة. لكن يبدو يا دكتور أن أعضاء الهيئة سيظل المجتمع السعودي مؤيديها أيضا غير راضين، أو بعضهم يبدو أن أعضاء الهيئة أو مؤيدي الهيئة بتشكيلتها الحالية قبل القرار غير راضين عن القرار بنسبة كبيرة. لدينا حملة مضادة لهذا القرار بشكل كبير، هل تعتقد أنها يمكن أن تضغط بحيث يتم التراجع عنه أو حتى تغييره؟ هناك بنود كثيرة، يمكن أن يتم تغيير بعض البنود على الأقل. لا، هو أولا رجال الهيئة أساسا هم أحرى الناس بأن يأخذوا بالمبدأ الشرعي وهو طاعة ولي الأمر. هذا نظام صدر عن 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 طريق ولي أمر البلاد، وبالتالي واجب طاعة ولي الأمر في الاقتداء بالقوانين التي يصدرها هي واجبة، هي لزوما شرعيا، وهم أحرى الناس بأن لا يعارضوا مثل هذا النظام، لأنه هذا يتناقض مع التوجه والمبادئ اللي هم يؤمنون فيها ونحن نؤمن فيها أيضا. أي تشريع يصدر عن ولي الأمر ينبغي احترامه. الحين لو كان الموضوع لا زال عليه ديبيت مثلا، انه مطروح للحوار على مستوى الصحافه او على مستوى مجلس الشورى او على مستوى تجاذبات سياسيه او فكريه، كل منا يبدي رايه ويعارض ويتفق ويختلف، لكن الان نحن امام قرار صدر عن ولي الامر فلا بد من احترامه، وخصوصا من الناس الذين هم يعني اولى بان يحترموا مثل هذا القرار. طيب ابو عبد الله معي على الهاتف. اذا مساله ضغط او غير ضغط انا لا اعتقد. ابو عبد الله معي على الهاتف، دعنا نستمع لوجهه نظره. ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك مساعد. اهلا وسهلا، اهلا بك، تفضل عزيز. حقيقه انا عندي وجهه نظر حقيقه انا احب يعني اذكرها في هذا البرنامج، وانا احب اتفق مع الدكتور في لما ذكر لابد على يعني حقيقه
المجتمع قبول هذا القرار، لأنه مجتمع شرعي ومجتمع إسلامي فينبغي لهم طاعة ولي الأمر. لكن أيضا لابد أن نضع باعتبارنا أن القرار لابد أن يعني يسعى لتدريب أعضاء الهيئة بحيث أنها تكون لها فعل ودور إيجابي في المجتمع. لذا الهيئة طبعا هي عندها أخطاء كجهاز إداري في الدولة كأي جهاز آخر مثل الشرطة أو أي قطاع آخر، لكن يعني القرار بإذن الله سوف يسعى لتدريب أفراد الهيئة، يسعى لتطوير أعضاء الهيئة وتكون بينهم صلة قوية ما بين أعضاء الهيئة والمجتمع الخارجي. وأيضا أنا حقيقة يعني أؤيد الهيئة يكون لها قوة في الشخصية وقوة في اجتماعيا في الأسواق وفي كل مكان، لأنها لها اعتبارها ولها أثر في يعني تغيير المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء يعني قامت عليه السماوات والأرض، وهو شيء يعني مذكور ومن أساسيات الإسلام. التعديلات الأخيرة لا تنفي أبو عبد الله، التعديلات الأخيرة كما فهمناها على الأقل هي لا تنفي فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيبقى المبدأ موجود وستبقى الهيئة أيضا، هي فقط إعادة تنظيم. أحسنت، هي إعادة تنظيم وأيضا هي تدريب أعضاء الهيئة، يعني تطويرها يعني بالعكس أي جهاز في الدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة يعني تنظيم. ولا يعني هذا أن إعادة التنظيم الدولة ولله الحمد يعني يوجد فيها أجهزة ومستشارين يعني حريصين على المجتمع وانا يعني وتطوير هذا النظام والتنظيم لكي يكون فعال، يعني بالعكس احنا نحن مع يعني حقيقه تطوير تدريب اعاده هيكله بعض الانظمه في الهيئه وايضا تطوير اعضاء الهيئه يكون لهم دور فعال في المجتمع مثل بعض الفعاليات التي يعني تعمل في المجتمعات وفي الاسواق. نعم. هذه لها دور ايجابي ولها اثر ايجابي. اي نعم هذا مفهوم. ابو عبد الله شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ابقى معي ربما اعود اليك اذا كان لديك نقاط اخرى. لكن دكتور فهد سؤالي الاخير ربما يطرح تخوف لدى البعض من ان يكون هذه التعديلات مجرد تقدمه لالغاء الهيئه بمجملها، تقليص صلاحيات تدريجي حتى تختفي. هل هذا وارد تعتقد حتى في المستقبل القريب أو البعيد؟ لا، أنا لا أعتقد هذا أبدا. أعتقد أنه الهيئة ستظل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مزاج إداري أو مزاج سياسي، هذا شعيرة من شعائر الدين وينبغي أن تكون موجودة منصوص عليها في القرآن الكريم، ووجودها أمر مهم، فما الذي يدعو إلى إلغائها؟ لكن تنظيمها بالطريقة التي حدثت اليوم هذا سيجعلها أكثر قبولا وسيرمم الجسور التي تكاد تكون محطمة بين الهيئة وبين بعض فئات المجتمع في المملكة، أنها ستعادل هذه الأمور إلى الأفضل. قبل قليل أشار أحد الأخوة إلى موضوع الأسواق وضرورة وجود الهيئة في الأسواق. أنا لست ضد الفكرة ولست معها، لكني أعتقد أن من المهم اليوم بعد إصدار التنظيم الجديد أن يعاد النظر في فكرة إحداث قانون لتجريم التحرش. نعم. التحرش الجنسي لفظيا أو جسديا. إذا وضع هذا القانون فهو الذي سينظم التحرك في الأسواق. نحن نذهب إلى أسواق كثيرة، أقربها عندك دبي اللي أنا موجود فيها الآن، لا يستطيع أحد أن يتحرش بأحد على الإطلاق، وإذا ارتكب مثل هذا الجرم فعقوبته شنيعة جدا. يعني إذا حس الشباب سواء من الذكور أو من الإناث أن هناك قانون ينظم هذا ويجرمها، نعم، فهو بالتأكيد سينتهي موضوع الأسواق هذا نهائي. شكرا. وبالفعل الأسواق في المملكة العربية السعودية تسبب قلق للعوائل، لكنه ممكن تنظيمها إذا أردنا تنظيم ذلك. شكرا جزيلا دكتور. دكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام كان معي عبر الأقمار الصناعية من دبي، شكرا جزيلا لك. سريعا إلى اتصال هاتفي آخر، ابتسام تتحدث من الرياض. ابتسام تفضلي. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا تفضلي. نعم، في الحق بالنسبة للتنظيم الذي صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا
كان الشارع السعودي ينتظر هذا الإقرار أو التنظيم الجديد لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدا من أفضاء جدا رائعة وجميلة، وأخذت حيز كبير يعني حقيقة من الردود ما بين الأوساط الاجتماعية داخل المملكة. طبعا هذا التنظيم كنا ننتظره طويلا، وتحديدا الشباب يعني كانوا ينتظرون مثل هذه التنظيمات أو هذا القرار الجديد. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه يعني أتمنى إن شاء الله للهيئة أنه لا يكون هناك أي تجاوزات من قبل بعض الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون هناك أي يعني خلل. بس من يتخوف يا ابتسام من انعكاسات سلبية على المجتمع؟ يعني طرحنا الكثير من الآراء، من ضمنها بعض الآراء رصدتها زميلتي مجد منذ قليل، قالت إن البعض يتخوف من حالة من الانفلات الأخلاقي إذا انتفى وجود الهيئة في المجتمع السعودي أو وجود الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة. يا سيدي، لا الهيئة ولا يعني كمنظمة موجودة أو غيرها يستطيع أن يسلخ الإنسان لا من دينه ولا من قيمه ولا من تركته. الهيئة موجودة كجهة تنظم يعني في ضبط بعض الأوامر، عفوا بعض التصرفات أو الأخلاقيات أو السلوكيات المنافية يعني سواء كانت دينيا أو أخلاقيا. اما انه الخوف من عدم ان هذا النظام الجديد اللي اقره مجلس الوزراء سيسلخ عمل الهيئه، هذا تخوف يعني في غير موضعه، ولا يعني لا اظن انه صحيح يعني. لكن هل ستغير سلوك افراد الهيئه؟ هل ستغير سلوك افراد الهيئه او المخالفين منهم على الاقل تعتقدي ما بعد هذا القرار؟ طبعا تتغير أشياء كثيرة في العمل الميداني بالنسبة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتجاوزات معروفة وموجودة يعني ولا أحد ينكرها، ولكنها أيضا يعني لا ننكر الجانب الإيجابي لعمل الهيئة في المجتمع. فبالعكس يعني أتوقع أن هذا الإقرار يعني سيحد من التجاوزات أو الكثير من التجاوزات. نعم، في فهم معنى الحسبة أو فهم معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شكرا جزيلا يا ابتسام، ودعيني أسمع لرأي عبد الله يتحدث من جدة. عبد الله تفضل. يا عبد الله تفضل. تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا، أهلا بك. بالنسبة للخطوة التي اتخذت أخيرا وهو التعديل في نظام هيئة الأمر بالمعروف، هي خطوة بالاتجاه الصحيح، لأنها أولا أزالت فكرة التسلط، من فكرة التسلط الديني عموما، ومن أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا. للأسف أن البعض لا يتصور الهيئة بلا تسلط وبلا سلطة وبلا قوة، وهذه هي الإشكالية، وكأنها مربوطة مع الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف لا علاقة له بالسلطة نهائيا، ولا علاقة له بالتسلط، لا من قريب ولا من بعيد. فهذا العنصر الرئيسي تمت إزالته ولله الحمد، ليس فقط تيسيرا على الناس وإنما تصحيحا للمفهوم نفسه. يعني بس هو يا عبد الله، يعني كي توضح لنا وجهة نظرك في هذه النقطة، لأن البعض يقول ما هي الطريقة التي ستلجأ بها الهيئة لتنفيذ فكرة الأمر بالمعروف أو تغيير المظاهر السلبية في المجتمع إذا لم يكن لها أي سلطة حقيقية على إيقاف المواطن الذي يرتكب مخالفة ما؟ يسأل هذا السؤال لو نزعت السلطة من الشرطة أو الأمن، لكن من الهيئة، هي ليست مهمتها التغيير بالقوة، وليست مهمتها التغيير من خلال سلطة، هي مهمتها المناصحة لا أكثر ولا أقل، يعني مثل الدعوة والإرشاد، ولكن فيما يتعلق بالسلوكيات هذا ما ينص عليه النظام. ولكن بالنسبة لي أنا، حتى السلوكيات لا علاقة الأمر المعروف بها، يعني وربما هذا موضوع يطول، ولكن لو سلمنا أن لها علاقة بسلوكيات الشارع فهي لا تعدو أن تكون وسيلة توجيه لا أكثر ولا أقل، ولا يشترط أن يكون هناك سلطة معها. كيف تغير إذن المنكرات اللي في الشارع؟ إذا كان الأمر يستدعي تدخل أمني فالأمن يقوم فيها، وإذا كان الأمر لا يستدعي تدخل أمني إذن فلا حاجة للقوة والتسلط فيها. هذا النقطة. النقطة الثانية، هناك من يتصور أننا بلا هيئة سوف ننحل وسوف تنتشر الشرور والفساد، وكأن الدول الثانية مليئة بكل هذا.
نحن في المخالفات السلوكية متشابهين مع الدول الأخرى، يعني لا لن يكون هناك أي زيادة أو نقص. ومن يقول والله سيزداد التحرش، التحرش علاج العقوبة، وليس أنك توجد جهاز ديني بسلطة حتى يقضي على التحرش. فلا بد أن تكون العملية منضبطة حين التناول وحين التحليل. هناك نقطة أخيرة من الفوائد لهذه النظام، وهو أننا أزلنا أكبر إلهاء كنا نعاني منه، وهو الإلهاء بحوادث الهيئة المتكررة. كل أسبوع أو كل 10 أيام تفاجئ الهيئة بعمل ثم يضج، وبالتالي ربما يساعد ذلك على تحسين العلاقة ما بين المواطن والهيئة ربما في المستقبل. شكرا جزيلا يا عبد الله. ربما وردت بعض الآراء أيضا أونلاين منذ الصباح، زميلتي مجد يوسف نتمنى أن يكون لديها جديد. مجد، النقاش أونلاين لا يزال مستمر، اخترنا بعض التغريدات. أبدأ بعائشة العتيبي التي برأيي هذا التغيير بسبب تدخل خارجي، التي كتبت: عندما يتدخل الخارج فهو يريد تدمير مجتمعك المسلم القوي والأسرة السعودية. تامر الحارثي كتب: نتمنى من القيادة الحكيمة إعادة النظر في قرارها ضد الهيئة، لأننا في زمن نحتاج فيه لرجالات الأمر بالمعروف. ريما سلامة كتبت: أساسا هذا الجهاز الكهنوتي وضع لقمع الناس باسم الدين، وأظن أن دوره انتهى. العودة إليك محمد. شكرا جزيلا يا مجد. إذا استمروا بالإدلاء برأيكم إذا كنتم تريدون التواصل مع نقطة حوار إلكترونيا، فيسبوك وتويتر أو صفحة شارك برأيك، الصفحة الرئيسية على موقعنا bbcarabic.com مفتوحة دائما على مدار الساعة للمشاركة. من يفضل التواصل على خطوط الهاتف المباشرة الحديث يتواصل على راديو BBC. معي أنا محمد عبد الحميد، بعد قليل إلى اللقاء.